إذا سلم علي أخي المسلم وأنا أقرأ القرآن، هل أستمر في قراءة القرآن أم أرد عليه السلام؟ أنت مخير في هذا، ما شاء الله. أنت مخير. نعم. ولكن الذي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه حتى يفرغ من تلاوة القرآن، لكن الرد هنا لا يجب. الرد لا يجب، لا يجب في هذه الحالة. ما شاء الله. أما في غير هذه الحالة فإن الرد واجب، فالوداع بالسلام سنة ورده واجب. لكن إذا كان هناك ما يمنع من الرد مثل تلاوة القرآن، نعم، أو أن الإنسان مشغول بالحديث مع آخر، نعم، فإن الرد غير واجب في هذه الحالة. نعم.